فيديو جديد في قناتي عن اليوتيوب. طبعا هنتكلم عن الإضاءة، ودي أهم حاجة في الفيديو. لما تبقى الإضاءة جميلة بيبقى الفيديو شكله حلو قوي وبيجذب الناس. طبعا هنشوف إزاي نعمل إضاءة وإزاي نظبط الاستوديو وإيه الأماكن الأفضل إن إحنا نعمل فيها إضاءة، والإضاءة في النهار والإضاءة بالليل هتبقى عاملة إزاي. تابعوني وما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم. أرخص إضاءة ممكن نتكلم عنها هي إضاءة النهار، يعني نقعد في مكان فيه إضاءة من إضاءة الشمس أو قصاد بلكونة أو أي حاجة، ونفتح البلكونة قدامنا بتيجي إضاءة، ودي بقى أرخص إضاءة ممكن نشوفها. طيب إيه كمان ممكن نستخدمه؟ الكشاف، نعمل إضاءة بيه، إضاءة جميلة جدا جدا، يعني مش هنصرف ولا هنكلف نفسنا. طيب هنتكلم كمان عن الرينج لايت، هنشوف الرينج لايت عامل ازاي. وكمان الرينج لايت دلوقتي بقاش غالي خالص، يعني تقريبا بمية جنيه وأقل من 100 جنيه كمان. تعالوا نشوف الرينج لايت وإيه مميزاته وإيه الأفضل في الرينج لايت. يلا نيجي بقى نشوف الإضاءة بتاعت الرينج لايت بتاعتنا. أنا بحطها في راس شاحن، أي شاحن عندك ممكن تستخدمه عليها، وبعدين تحطها في الكهرباء وتستخدم ريموت الرينج لايت وتشوف الألوان اللي فيها. هي 3 ألوان زي ما انتوا شايفين، جميلة جدا وإضاءتها حلوة. وكمان ده ريموت بتاعها، احنا بنعلي بنوطي الإضاءة، وبيقول وده زرار بيحول الإضاءة اللي هي 3 ألوان، وده الزرار اللي بيفتح ويقفل الرينج لايت، والزائد والسالب ده اللي احنا بنقلل ونزود الإضاءة بيها. زي ما انتوا شايفين انا كده بقلل الإضاءة بتاعتها، والزائد كده بيزودها، بيزود الإضاءة. يا رب يا رب الفكرة تعجبكم، فكرة رينج لايت جميلة وسعرها ما بقاش غالي زي الأول، بالعكس سعرها جميل جدا. يعني لو حابين تبدأوا بيها ممكن تجيب 100 جنيه. بكده احنا عرفنا الرينج لايت واسعارها وايه المتاح لينا، وحاجة بسيطة جدا. وبكده خلصنا فيديو الاضاءة، عرفنا ازاي نعمل اضاءة من غير فلوس، وكمان ازاي نجيب الرينج لايت ونستخدمها وايه الاضاءة اللي في الرينج لايت. وطبعا انتوا شفتوها جميلة جدا بصراحة، هي جميلة، ممكن نقلل الاضاءة ممكن نزودها. وانا في اول الفيديو انا قفلت النور خالص واستخدمت الاضاءة اللي حواليا، يعني النور ده انا بحب الاضاءة الصفراء بتدي لون حلو. وكمان الكشاف عامل اضاءة لونها ازرق جميل جدا، يعني استوديو جميل وبسيط. شفتوا بقى الاستوديو بالاضاءة العادية اضاءة الشمس، وكمان استوديو فل ضلمة من غير اضاءة وانت اللي بتعمل توزيع للاضاءة بايدك انت، ده كده حاجة جميلة وبسيطة جدا. يا رب الفيديو يعجبكم. اهم حاجة لو عجبكم كل اللي احنا عملناه ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم.